بهكذا مكان وهكذا ظروف يعيش نازحو الحديدة في العاصمة المؤقتة عدن، لكن معظمهم يعتبر الظروف السيئة الحالية أفضل كثيرا من بقائهم فريسة سهلة للموت في مدينتهم الأم الحديدة. نزحنا بسبب الغطرسات وتضييق الحوث علينا، قطع الكهرباء وقطع الماء وكمان الضرب والإهانات اللي تحصل للأهل وللناس بشكل عام. ما يشبه الخيام منصوبة هنا تقابلها نظرات طفولية متطلعة للعيش بهدوء دون حرب ولا خوف من موت آت. مأساة تتضخم يوما بعد آخر، لا سيما مع فقرهم المدقع بعد إقحام مناطقهم بمعركة لا يبدو أنها في طريقها للحسم القريب ولا مجال أمامهم للرجوع، فأبواب العودة موصدة كما يقولون. أسباب يعني الحقيقية النزوح كثرة الهاونات على المواطنين ولا زالت لحد الآن مستمرة يعني بشكل عشوائي. آخر يعني ضربة قبل يومين مدرس من أصدقائنا وهو جالس في البيت أكنه قذيفة مات هو، وبالإضافة إلى بيت زوجة أخوه ماتت في الضربة. وبصراحة ما فيش أمان يعني بالنسبة للمنطقة ولا زال النزوح مستمر. الأمم المتحدة أعلنت نزوح أكثر من 350 ألف شخص من محافظة الحديدة، ظل معظمهم في أماكن مجاورة لمناطق الاشتباكات، والبعض الآخر غادر إلى المحافظات المحررة. 20 ألفا منهم تلقوا مساعدات لكنها أيضا غير كافية ولا تغطي العدد الكبير من النازحين، ليرافقهم الموت وإن هربوا منه، لكن ليس بقذيفة أو رصاص، بل بإهمال وجوع وأمراض.